30 يوما إضافية على الفصل التشريعي الأول للسنة الثالثة لمجلس النواب العراقي، تمديد دستوري معزز بأسباب أبرزها عدم التوافق على اختيار رئيس للبرلمان وعدم وصول جداول قانون الموازنة الاتحادية من الحكومة رغم انقضاء 5 أشهر على بدء السنة المالية. نسعى إلى التواصل المستمر وجهد حثيث إلى عودة تمثيل إخواننا العرب السنة في رئاسة المجلس. كان قرارنا الأخير بتمديد الفصل التشريعي لاستكمال جملة من القوانين المهمة في مقدمتها جداول الموازنة لعام 2024. النظام الداخلي لمجلس النواب اشترط التصويت على الموازنة العامة لإنهاء الفصل التشريعي، ما يجعل البرلمان في حالة انعقاد إجمارية حتى التصويت عليها، وسط مؤشرات على احتمالية وصولها إلى قبة المجلس في غضون الأيام القليلة المقبلة. تمديد الفصل التشريعي لمجلس النواب يعني أن هناك اتفاق بين القوى السياسية لحسم قضيتين مهمتين، وهي انتخاب رئيس لمجلس النواب، وهذا الموضوع فيما يبدو أن هناك جدية في حسم هذا الموضوع، إضافة إلى الموازنة، وأعتقد أنه الموازنة جداولها قد اكتملت من قبل الحكومة العراقية ويجب أن يصوت عليها من قبل مجلس النواب حسب المادة 77 من قانون الموازنة. واستند مجلس النواب على المادة 58 من الدستور والتي منحته حق التمديد لـ30 يوما وفق أسباب، وهي ليست المرة الأولى التي يفعلها المجلس لتدارك إتمام ملفات لم تحسم خلال فصليه التشريعيين واللذين يستمر كل منهما 4 أشهر. ويعود تأخر إرسال قانون الموازنة من الحكومة للبرلمان بسبب عجز تحاول الحكومة تخفيضه، لما يبقى الملف الآخر بانتظار التفاهمات السياسية للاتفاق على رئيس لمجلس النواب. من بغداد سرمد القاص، الحرة.